الله. وبما أن مشاهدينا كان الحديث عن الأصوات، لابد أن لا نفوت الفرصة لنستمع ونستمتع بالأصوات. نبدأ معك فاطمة الزهراء، يعني ستخاطبين الجمهور بصوتك المميز. غنخاطب الجمهور سيد حسام بفيديو كنت حطيته في فيسبوك ولقى نعم. الحمد تفضل. لله يلا جماهيرية كبيرة. تفضل. الحمد معك لله. الميكروفون. أبز مني نرفد الهم وأبز مني نعملو فراسي، أبز مني نعيش وأبز مني نموت، وجيل جاي وجيل ماشي، وأنا اللي بحزام راشي حزمت بي وتقطع بي، وانا اللي طلعت الراس اللي ما يسواشي، انا طلع بي هو يطيح بي، واعذرني يا اللي مغروم اراه الولف والمحبة زغبية. تحية لجمهورك ايضا سي محسن بصوتك وعلى طريقتك الخاصة. غادي عجبني المقام اللي غنت فيه يعني الفنانة الراقية الجميلة، وانا كنت من المعجبين بهذا الموال اللي كانت دارت، وغادي نكمل على نفس النغمة وغادي نقول يا سلام. تدلى تدللت في البلدان حين سبيتني، الله وبت بأوجاع الهوى أتقلب، فلو كان لي قلبان فلو كان لي قلبان لعشت بواحد وأترك قلبا في هواك يعذب، لكن لي قلبا تملكه الهوى فلا العيش يهنى لي فلا العيش فلا العيش يهنى لي ولا الموت يقرب. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. أكيد مشاهدينا بوجود هذه الأصوات الساحة الفنية في المغرب بألف خير، ختامها مسك بالصوت الشجي والمميز، وكيف لهذه الأصوات ولأصوات أخرى مشابهة أن تكون بعيدة عن مسامعنا وما أحوجنا للنقاء والصفاء والجمال. فقال أفلاطون: من حزن فليستمع للأصوات الطيبة. أما بيتهوفن فأكد أن الموسيقى وحي يعلو على كل الحكم والفلسفات. تحية وإلى اللقاء.